الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا أن أهل السنة سموا بهذا لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا واجتمعوا عليه، وقال أن أهل السنة يجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. نتعلم ونعمل نطبق ونجتنب الفرقة والشذوذ، لأن من شد شد في النار. ولهذا كان بعض الناس يتبع ماذا؟ المتشابه. أن بعض الناس عندنا في هذه الأيام حتى يبحث عن الأمور الشاذة، أحاديث الموضوع الباطلة، الأقوال الشاذة، الأقوال كذا وينشرها. وحدث هذا في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. رجل كان بالعراق، عبد الله بن صبيح، كان يتبع المتشابه وينشر هذا بين الناس. فجاء به عمر إلى أين رضي الله عنه؟ عمر أين؟ بالمدينة. في كل يوم عمر يضرب هذا عبد الله بن الصبيح، يضرب بالعصا وبالدرع ويرجع إلى السجن. يوم من الأيام قال عبد الله بن الصبيح لعمر رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين، إن أردت قتلي فأحسن قتلتي، يعني اقتلني الآن، كل يوم أضرب وأسجن وبعدها الموت، الآن الموت أحسن. وإن أردت تأديبي فقد تأدب. إن أردت بهذا أني أتأدب، أنا لا أعود إلى متشابه أبدا. ترك عمر رضي الله عنه وأرسل وراءه موسى رضي الله عنه، ما رجع أبدا إلى تتبع إيش؟ المتشابه. حتى مات عمر، عندما مات أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه جاء من؟ أهل الباطل. أنت تعرف اليوم القنوات تخرج وتلمع من؟ أهل الباطل. إنسان لا يعرف أصلا أنه مسلم، لا في الهيئة ولا في شيء، ولا بالعلم ولا بشيء، لا يحسن يقرأ الفاتحة يخرج. فعندما مات عمر رضي الله عنه جاء هؤلاء إلى عبد الله بن الصبيح وقالوا له مات عمر، يعني لا سجن ولا ضرب ولا شيء، ارجع. قال لا، أدبتني درة عمر. فإخواننا أهل الحق يتبعون المحكم، أي دليل متشابه يردون المحكم، ما يبحث وراء المتشابه. ويكفيك في المتشابه أنه متشابه. أترك، لو قال لك قائل عندي دليل في صحيح الإمام مسلم أو البخاري على جواز الحلف بغير الله، تسمع له؟ تقول والله ما أسمع منك ولا كلمة. يقول في صحيح مسلم، تقول لا أستطيع أسمع منك. لماذا لا تسمع مني؟ تقول لأنك من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم. وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروا. لو سرنا على هذه الطريقة والله ارتحنا أخواننا. هذا يقول المؤلف. جوالاتنا إلا من رحم الله مليئة بالباطل، صح؟ لفلان المرجئ، لفلان الباطل، لفلان مبتدع. لماذا ما تعبي هذه الهواتف بماذا؟ بأقوال من؟ السلف. لماذا تسمع لهؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. نعم، خطير هذا الأمر والله أخوانا. نعم. عندنا حب في الله وبغض في الله، من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نحب أهل الإيمان ونحب أهل السنة ونحب علماء أهل السنة ونحب السلف الصالح. والله يا أخوان الإمام أبو حنيفة نتقرب إلى الله بمحبة هذا الإمام رحمه الله تعالى، إمام من أمة أهل السنة والجماعة، ونبغض أهل الكفر والفسوق والضلال. وقلنا قد يجتمع في الإنسان حب وبغض،
أصحاب الكبائر، موحد لكن لديه كبائر، نحب بما فيه من إيمان ونبغض بما فيه من فسق وكبيرة، ولا نجالس على ارتكاب الكبيرة. وقد يجتمع في الإنسان حب وبغض. نعم. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا، يعني يقول الله أعلم. ولا تفتي يا أخي، الفتوى لها كبار العلماء وأنت تقول الله أعلم. اليوم كنت أذكر للشباب مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، أكثر مكان انتشر فيه مذهب الإمام مالك أي في المغرب العربي. لماذا؟ في المغرب العربي والإمام مالك كان أي في دار الهجرة في المدينة النبوية. لماذا انتشر علم الإمام مالك في المغرب العربي؟ لأن أرسلوا أسئلة للإمام مالك، أسئلة كثيرة، أجاب على أكثر أسئلة بقوله لا أعلم، الله أعلم. فعرفوا أن هذا عالم لا يفتي بغير علم، يخاف من الله فأحبوه. واليوم بعض الناس يفتي حتى قبل أن يسأل، خاصة في من يستفتي اليوم جوجل، وبعض الناس حتى يسميه إيش؟ الشيخ جوجل. يقول جوجل يا أخواننا زنديق بالعربي، يعني بالعربي يقول عندنا صح، يعني بالخلاصة جوجل زنديق. إيش تريد من جوجل؟ لو تكتب لجوجل الأدلة على أن إبليس في الجنة يذكر لك الأدلة، الأدلة على أن إبليس في النار يكتب لك الأدلة، الأدلة على جواز أكل الربا يخرج لك مجلدات. إذن هو زنديق. وبعض الشباب ذكي، إيش يريد؟ يريد المعاملة حلال. إيش يكتب؟ جواز شرب الخمر، يطلع على جواز شرب الخمر والأدلة. صدق والله، لأنه يستفتي من؟ جوجل زنديق. ولا يمكن إخواننا أن نستفتي إلا من نثق في ديني وعلمي. إمام عالم تثق في ديني وعلمي تأخذ بقوله، أما تأخذ بقول جوجل الله المستعان. نعم. عمركم سمعتم أن أحد تخرج من مدرسة جوجل وأصبح عالم في أو مدرسة واتساب أو تليجرام؟ لا، هذه فقط يعني أشياء قد تساعد وقد لا تساعد. العلم مكان المساجد، مكان الكتب، ليس هذه مساعدة، لكن لابد تأخذ الكتاب والدفتر وتكتب وتراجع وتحفظ وتجلس تثني الركب كما صنع السلف إخواننا. نعم.